واش في اخبارك اخي المؤمن ان السهو والنسيان واحد الحاجه طبيعيه في البشر، كل شيء كيسهى كل شيء كينسى. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه سهى في صلاته. ايوا الانسان الا مشى تنسى او سهى خصو بعدا يكون كيعرف كيفاش يصحح الصلاه ديالو. سجود السهو في الاحاديث مره كيكون قبل السلام ومره كيكون من بعد السلام، يعني السجود القبلي والسجود البعدي. السجود القبلي كيكون بهذه الطريقة هذه. الله أكبر. سلام. سلام. والسجود البعدي كيكون من بعد السلام بهذه الطريقة هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني بلا ما نديروا التشهد من بعد السجود السهو. وشنو كنقولوا في السجود السهو؟ بحال ما كنقولوا في السجود ديال الصلاة، سبحان ربي الأعلى ثلاثة ديال المرات والدعاء. دابا تعلمنا الطريقة ديال السجود السهو، فوقاش كنديروه قبلي وفوقاش كنديروه بعدي. العلماء عندهم خلاف، من أهل العلم اللي قال أن جميع الحالات كنديروا السجود القبلي، ومن العلماء اللي قالوا أن جميع الحالات ديال السهو كنديروا السجود البعدي، ومن العلماء اللي قالوا أنك إلا نقسم الصلاة كدير السجود القبلي، وإلا زدتي في الصلاة كدير السجود البعدي. إذا فوقاش كنديروا السجود السهو؟ إلا نقصنا من الصلاة أو زدنا في الصلاة أو شكينا. وباش توضح الصورة أكثر، خصنا بعدا نفرقوا ما بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة. واجبات الصلاة 8، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرات الإحرام، قول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه كتسمى واجبات الصلاة. مثلا أنا كنصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، في بلاصة ما نجلس التشهد الأول وقفت، إلا وقفت واستقمت ما يمكنليش نولي نرجع التشهد الأول. يعني كنكمل الصلاة ديالي عادية بلا تشهد أول، وقبل ما نسلم في التشهد الاخير كندير جوج ديال السجدات ديال السهو. اما الا كنت لا نوقف وتفكرت باقي ما استقمتش واقف كنرجع للتشهد ديالي. من العلماء اللي قالوا يمكن لك دير سجود السهو، ومن العلماء اللي قالوا بلاش، وكاين اللي عنده التفصيل قالك الا كنت قريب للجلوس بلا ما دير سجود السهو، والا كنت قريب للوقوف كدير سجود السهو. المهم المساله هذه خلافيه بين العلماء، ولكن الا وقفتي واستقمتي ما كتوليش ترجع، حيت الرجوع من الفرض من السنه او الواجب لا يجوز في الصلاه. مثال اخر، الا ركعت وبقيت ساكت ما قلتش سبحان ربي العظيم وبحمده، ملي كنكمل الصلاه ديالي كندير جوج ديال السجدات ديال السهو قبل السلام. من العلماء اللي قالوا ان سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ربي اغفر لي واخا ما تقولهمش في الصلاه بلا ما دير سجود السهو، يعني قال لك سجود السهو كيكون الا في التشهد الاول فقط. ولكن الاحوط وخروجا من الخلاف، الا بقيتي ساكت في الركوع او السجود او بين السجدتين دير جوج ديال السجدات ديال السهو قبل من السلام. هذه بالنسبه الى نسيتي شي واجب من الواجبات. اما بالنسبه للاركان ماشي بحال الواجبات، الاركان خصك تجيب داك الركن هذاك اللي نسيتيه عاد كدير سجود السهو. واركان الصلاه كاينين 14، الوقوف مع القدره، تكبيره الاحرام، قراءه الفاتحه، الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الترتيب، الاطمئنان، التشهد الاخير، الجلوس له، الصلاه على النبي، والتسليم. هذه كتسمى اركان الصلاه. الا نسينا شي ركن منها خصنا نجيبو داك الركن هذاك عاد كنديرو سجود السهو. مثال، الا كنت انا كنصلي قريت الفاتحه قريت السوره، فلاص ما نركع سجدت، يعني ما درتش الركوع. الا تفكرت انني ما ركعتش وانا في السجده كنوقف وندير الركوع ديالي ونكمل الصلاه ديالي عاديه وكندير السجود البعدي.
ولكن الا ما تفكرتش في السجود، تفكرت دازت ركعه او جوج او حتى الاخر، عاد قلت وانا ما ركعتش في الركعه الاولانيه، نسيت الركوع، هذيك الركعه هذيك اللي ما ركعتش فيها كنلغيها وكنزيد ركعه واحده اخرى وكندير السجود ديالي من بعد السلام. مثال اخر، الا كنت كنصلي ودرت السجده واحده ماشي جوج، يعني سجدت ووقفت، الا تفكرت وانا في الوقوف كنرجع ونجلس وندير السجده ديالي الثانيه ونوقف ونكمل الصلاه ديالي وندير السجود البعدي. والا تفكرت حتى دازت ركعه او جوج، هذيك الركعه هذيك اللي ما سجدتي فيها كنلغيها وكنزيد ركعه واحده اخرى وكندير السجود البعدي. هذه بالنسبه الى نقصت شي ركن. بالنسبه الى زدت شي ركن في الصلاه، مثلا في بلاصه ما نجلس التشهد الاخير ووقفت، يعني زدت الركعه الخامسه او الرابعه مثلا في المغرب او الثالثه في الصبح، فوقاش ما تفكرت انني زيت في الصلاه كنرجع للتشهد ديالي وكنسلم وكندير جوج ديال السجدات ديال السهو. مثال اخر، الا درت مثلا ثلاثه ديال السجدات، كنكمل الصلاه ديالي وكنسلم وكندير جوج ديال السجدات ديال السهو. وبالنسبه للشك راه كيكون على جوج ديال الحالات، يا غلبه الظن يا كنبني على اليقين، يعني على الاقل. مثال، انا كنصلي بقيت كنشك، ما عرف هذه واش الركعه الاولى ولا الثانيه، واش الثالثه ولا الرابعه، الا ما ترجح لي شي واش الاولى ولا الثانيه كنبني على الاقل، يعني الاولى ولا الثانيه هذه عاد الاولى، الثانيه ولا الثالثه هذه عاد الثانيه، درت سجده ولا جوج درت اي سجده، كنكمل الصلاه ديالي وكندير جوج ديال السجدات قبل من السلام. اما الا كان عندي غلبه الظن، مثلا كنصلي وقلت ما عرف هذه واش الركعه الاولى ولا الثانيه، لا عاد ولا مش ترجم هذه الثانيه، يعني متاكد 80% 90% الثانيه، كنبني على داك الشيء هذاك، يعني كنحسب هذيك هي الثانيه، كنكمل الصلاه ديالي وكندير جوج ديال السجدات ديال السهو من بعد السلام. هذه الخلاصه، يعني حاولت نعطي بعض الامثله وبعض الحالات اللي كيوقع فيهم المصلي. نسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمه الله.